Are they still doing that? Do you still see trucks full of gas? No, now they're trying to get some gasoline from the Tunisian side. إنه وقت استثنائي عندما تكسر شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جدار الصمت والخوف. لقد جاءوا من أماكن بعيدة، كثير من الناس هنا شردوا للمرة الثانية، قد تكون هذه هي المرة الثانية أو حتى الثالثة لهم كلاجئين. Take me and leave them go, let them go. And they would say, if you want, we can put you also in this. That's terrible. That's terrible. هذا فظيع. آمل أن تجدوا بعد ذلك بلداً يمكنكم الإقامة فيه وألا تضطروا للانتقال مجدداً. عم بتقول إنه إن شاء الله يعني هيدي تكون آخر وقفة إن شاء الله.